يعطيكم العافية شباب. طبعا النهار الفرخ له من امبارح قاعد بيطلع، امبارح نقرت عليه على اساس انه يساعد يطلع مش طالع. طبعا ركزوا شوية منيح، شوفوا كيف الجلد ملزق في ظهر الفرخ، فهاي مشكلة عويصة يعني ممكن تؤدي لموت الفرخ في البيضة. فشو راح تعمل بيوسف اليوم؟ راح نحاول نطلعه ونصور لكم اياه ان شاء الله اذا ربنا مد بعمره، نصور لكم اياه لحد ما تصير اموره صحته يعني منيحة. طبعا الفرخ في مخاطرة عليه ولكن راح نجرب مع بعض فيه، خليكم معنا. طبعا الترايبود مش عندي بس خليني اجيبه وارجع لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يعطيكم العافية حبايبنا المتابعين، اهلا وسهلا فيكم ورجعنا لكم فيديو جديد. طبعا يا اخوان طلعت الصبح اليوم، ما صورنا بدري لانه كان عندي مشوار، فطعميت الحمام الصبح ورجعت وهيني طعميتكم ثاني مرة. لكن صادفتني شغلة غريبة عند الفراخ، بتصير معي ولكن مش بهال يعني ما عمرها صارت معي هيك، صارت معي ولكن مش بهالقدر من الامكان او من او بهالمشكلة هاي الكبيرة. طبعا ايش هي يا اخوان؟ راح نحكي لكم عليها، بس بداية حبايبي بدنا الكل يحط لنا لايك واشتراك وشير ونظبط الوضع في اللايكات والاشتراكات حتى نوصل 10,000 مشترك، عشان عندنا مسابقة على 10,000 مشترك على جوز مساويد قراكة. طبعا حبايبي زي ما انتم عارفين امبارح في هاشم ربح معانا جوز، او مش ربح معانا، اجاه اهداء جوز ابواز من صديقنا امجد، شكرا لك امجد بنشكرك. طبعا بنيابه عن هاشم لانه هاشم لسه ما روح، بس يجي هاشم ان شاء الله بنصوركم اياه وبنسلمه الجوز تبعونه. ارجو له الجوز هديه من اخونا امجد، بنشكر امجد والله يا رب يجعله بميزان حسناتك حبيبنا يا طيب. طيب عشان الموضوع هذا بدنا لايكات كثير للفيديو هذا وبدنا اشتراكات عشان نوصل 10,000. خلينا نخش على الموضوع يلي قلنا لكم عليه، الا وهو مشكله الفراخ يلي بتصير معاها هاي الشغله. وانا ما بعرف اذا راح تشوفوني او لا، ولكن راح نحاول نقرب لكم يعني افضل، يعني افضل شيء راح احاول، ما مش عارف انا كيف دعمكم. اذا بتلاحظوا يا اخوان الفرخ لساته عايش ولكنه محشور، تمام؟ احاول اعمل هيك، انزل الكاميرا هيك عشان تشوفوا افضل، او التلفون مش الكاميرا يعني عشان ما حدش يجي يقول لي ابو يوسف عندك كاميرا. الفرخ هذا يا اخوان لسه في صحه يا حرام، له من امبارح بيعافر عشان يعيش. فسبحان الله راح نحاول احنا كمان نوصل له او نحاول نساعده بقدر المستطاع. طبعا اخوي مالك برن علي، مش وقتك يا مالك، لانه احنا هسه عندنا عمليه. طبعا يا اخوان انا مش عارف اذا انتم شايفين او لا، لانه كاميرا التليفون مش مزبوطه. راح نحاول نطلع الفرخ. طبعا يا اخوان الجلد تبع البيضه ملزق في ريش الطير، يعني مأثر عليه كثير، مأثر عليه جامد يعني، تمام يا اخوان. انا مش عارف ليش مش راضي يوضح الكاميرا يا اخوان، سامحوني، تمام. بس الفكرة انه احنا بدنا ننقض فرخ، بدك تكسر عليه شوي 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 زي هيك. شوف الجلد يا حرام، شوف شوف، لا حول ولا قوة الا بالله، شوفوا شوفوا. طبعا الجلد ملزق في ريشه يا اخوان، او في ريش الحرام، شوفوا 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 يا حرام، شوف كيف الوضع. يعني هذا الفرخ يا حرام يعني بداية طلعته على الحياة بمشكلة، تسحب معواله شوي صغيرة هيك شوي 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 شوي. إن شاء الله يا رب يعيش. طبعا لازم تقشر من هان شوي كمان، إن شاء الله بيعيش إن شاء الله على خير إن شاء الله، حتى لو يعني أهله رفضوه. شوف يا حرام كيف تكسر ريشه. طبعا هيو شوفوا كيف ملزق يا حرام، لا حول ولا قوة إلا بالله، شوفوا سبحان الله، ما صدق إني وأطلعه. شوفوا عينيه كيف مسكرات من الموضوع. شوف الخلاصة هاي تبعته، أو حبل السري هذا يا إخوان لو انقطع ممكن يموت الطير، فأنا ما راح أشيلها، راح أخليه زي ما هو هيك زي ما أنتم شايفين اللي قدام كل فرخ، راح أخليه يطلعها لحاله. بس الفكرة وين؟ الفكرة إني أنا شلته، تمام؟ هسا هذا على ظهره راح أحاول أشيله منه كل يوم. هذا جلد يا إخوان، جلد البيضة اللي ما بيعرفه، اللي بكون طري أول ما يطلع الفرخ، تمام؟ شوفوا كيف قطعه، سبحانك يا ربي. تعرفوا لو كان نزل دم كان ممكن يموت الفرخ، بس الحمد لله الحمد لله ربنا شافاه وفلت منها. بس هسه ظل عندنا مشكلة انه اهله يزقوه، ان شاء الله اهله بزقوه على خير وسلامة ان شاء الله. طبعا ممكن يقول الفرخ ممكن يتلفح، يلتفح حوى، لا يا اخوان الجو حامي كثير جدا جدا، حوى حامي، ف
فما راح تصيبه دفعة هواء. المهم ان انا انقذته الحمد لله يا اخوان، كان معرض للموت لو اني ما انتبهتش عليه كان راح يموت، لانه يا اخوان ملزق. شوفوا شوفوا هي هي ظهره ملزق ملزق في البيضة، يعني ما كان راح يطلع الطير. فسبحان الله سبحان الله سبحان الخالق. طبعا يا اخوان احنا بنحاول نعمل يعني اشي يعني لله، فاذا قدرنا اذا قدرنا نساعد فاينا ساعدنا، ما قدرنا نساعد يعني شو بدنا نعمل؟ احنا عملنا اللي علينا. طبعا مالك برين علي، شكله بده يروح، بدي اروح اجيبه بس على السريع. فيعني اذا عاش الحمد لله، واذا مات ما لنا نصيب فيه، ولكن احنا حاولنا نساعد. طبعا هي الفرخ شوفوا ما شاء الله، ان شاء الله الله يمد بهم. على العموم حبايبي خلصنا الفقره، بنرجع لكم بنكمل تصوير، بس اروح اجيب مالك من الشغل وارجع. خليكم معنا. طيب شباب خلينا نفقد الانتاج نشوف شو طلع عندنا اليوم. ان شاء الله في عندنا بيض، طبعا في عندنا بيض، بس على ما يبدو انه العبيد لسه. ايه الحمد لله ما شاء الله صلاة النبي، والله بيضاء الحمد لله. العبيد الحمد لله بيضاء، وعندنا كمان ايش عندنا؟ الملحيات باضن. انا شفت انا شفت الملحيات بيضات، ولكن العبيد ما بعرف. الحمد لله الحمد لله فضل من الله. وعندنا هذول الشكالي لسه، يعني انا سجلت الملحيات على البرنامج بس ما بعرف ان هذول بيضات الحمد لله، غير لما تفرجت. الحمد لله فضل من الله. طبعا هاي الطيره باضت بيضه، والبيضه بيضيتها على الارض ومكسوره. طبعا مش مشكله، ولا تزعل ولا تتدمر ولا تتضايق ولا تعمل اي شيء، تمام طبيعي جدا، ربنا بيعوضك بغيره على طول، لا تزعل تمام. ان شاء الله بترجع بتبيض وبتبيض ما احسن من الاول. طبعا هي هم الفراخ هذول، شوف ما شاء الله بغدادي ابيض بغدادي، شوف السكه يا اخوي، ها بغدادي مش بندوق. وعندنا هذول لسه مش بيضات، وعندنا هذول عندهم فرخ جلف كراك ما شاء الله عليه جميل. تعال وقف التصوير وانا قاعد. بسم الله يا حبيبي، بس شوي الله يرضى عليك. شوفوا ما شاء الله جلد كراك صلاة النبي. اخوان الكل يصلينا على النبي عليه الصلاة والسلام، مش لشيء، ولكن صلاة النبي جميلة. عندنا هذول الجوز لسه زي ما انتم عارفين ما صار فيهم اشي، وهذول نفس الاشي، وهذول طلعوا فحول طالبات غيار ريش، فبدي اخليهن يرمي الريش هنا براحتهن وعادي تمام. وعندنا هذول ما شاء الله فرخ السيكي طالع مش محبك على ما يبدو. وعندنا الأرباشات هدول الاثنين حمر صلاة النبي، والشخاش لهدول عندهم بيض وبيدوروا على أكل على ما يبدو كمان، هذا مش مشكلة. التكالجم رايحات، وهدول باضن بيضة وزي ما انتم عارفين فاضية. طبعا الطيرة هاي أول ما أجت كانت ناعمة سبحان الله، لما طلع ديلها صارت خشنة، الطيرة طلع ديلها وجناحها صارت خشنة، بس فيها إيش؟ فيها قفل مقفل، مقفلة من ناحيتين. أحلى إشي فيها إنه من هنا ريشة ومن هنا ريشة، شوفوا على ما يبدو انه هاي ريشه، ما بعرف مش عارف اذا هاي ريشه او لا، بس هي مقفله الطيره. الطيره طلعت خشنه حلوه، بس كانت مخربها انه الطيره جايه تعبانه عندي وشدت صحتها الحمد لله عندي يعني كمان، وهي صارت خشنه بينت لما ديلها طلع وجناحها طلع. وعندنا البرامليات هدول ما شاء الله فاخن مناح، ولكن في فرخ حاسه تعبان اللي هو هاط، ما بعرف ليش، هل هو من العلف، هل هو في شيء، والله ما بعرف، ولكن الحمد لله على كل شيء. عندنا العراجنة هدول يا اخوان، بسم الله عراجنة هدول قاعدات على بيضة، وعلى الاغلب البيضة راح تطلع فاضية عشان تكونوا عارفين. ايش في عندنا كمان هون؟ عندنا الزومبيات الخشامرة الحمد لله مفكسات فرخ، بس ما بعرف شو قصته طالع الحمد لله. طبعا البيضة الثانية مخليها بالعمدن انا، ديروا بالكم اصلا هي فاضية، شوفوا هاي مش فاضية هي، بس الفرخ ميت فيها حرام. أسباب موت الفرخ بالبيضة شغلات كثير، ولكن ما بهمناش تمام. خليت البيضة عشان ما يهرسوا الفحل الفرخ، عشان ما يحطوا تقولهم على الفرخ تمام. حطيت البيضة الثانية كمان. ليش أنا حاط هنا على الفرخ اللي فكيناه؟ هيو شوفوا حاط تحتيهم البيضة نفسها لحد بس ما يزقوا الفرخ، إن شاء الله بس يا رب يزقوا الفرخ، يا رب يزقوا الفرخ. وممكن يعني ممكن تصل معي الفكرة إني أنا أزق الفرخ عادي، ما عندي مشكلة، بس يا رب الله يمد في عمره بنزقه بنساعده عادي. عندنا الجوز هذول ما شاء الله عندهم جلوف قراقطة، وهي الفرخ في إشي بعينه، عينه مغمضة أبصر شو القصة. بينما هذا عندنا إيش يا إخوان؟ الإنجليزيات لسه ما عندهم شيء،
وهدول الشكاري تنقال ما شاء الله زقين الفراخ منيح ولسه يعني بدهم يزقوا لاني طعميتهم كمان مره قبل شوي طعميت اللي عندهم فراخ. هي ما طلعت عندنا فرخين ما شاء الله حرذين حمر يعني اولاد هدول هدول اللي فوق اولاد هدول هدول ما شاء الله عليهم لحد الان والحمد لله لسه قاعدات على البيض. هذا بيدل على انهم لسه مرتاحات. بينما عندنا الشخاش لا ما شاء الله خلينا نشوف بسم الله ما شاء الله الشخاش لا فرخين شخاش لزرق شوف الفرخ الله كيف مقرده. هذول الفراخ راح يطلعوا يا اخوان ملسيع راح يطلعوا مخهم قفل انا متاكد. شوف الفرخ شوف 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 شو بيعمل ما شاء الله. ارجع عند امك حبيبي الشخاش لزرق هذول نكشهن ان شاء الله على خير وسلامة. طبعا السفاح الصيد والطيرة اخذناها انتوا عارفين من مين اخذناها. طبعا هدول الشخاش لعنا زي ما هم نايمات وعنا هدول زي ما هم كمان نايمات. هدول عندهم فرخ ما شاء الله طالع لورانس كراكطة شوفوا ما شاء الله صلاة فرخ بالصلاة على النبي ما شاء الله. طبعا هدول فراخهم لو طلع وزنه متر لو طلع وزنه 3 كيلو بيطير عندي. هدول الجوز لو طلع طوله مترين بيطير عندي وما بيغلبني بالكرش الحمد لله. يعني فراخهم بيطلع عند بولاد هدول فراخن عندي قوايا كمان يعني اخواني هم صغار بمشيهم بروحي بغيبن وبرجعن وامورهم تمام يعني فالحمد لله. يعني هذا شيء جميل يعني احنا بنفتخر فيه انه بيكون عندنا في حمام يعني من قوايانا فراخهم منيحه قويه هذا اللي بهمنا يعني. طبعا هدول هذا راح نجيب له طيره وهذا راح نجيب له طيره. بينما هدول مش عارف هسه عجتني وهلة تفكير صغير يعني اعمل شغلة بس مش عارف اذا بتزبط معي هسه او لا اني اجيب العبدة السوداء هاي اعطيها القن هاف وافوت عليها الفحل. بس هسه على الاغلب يا اخوان الفحل هذا ما راح يزبط اني اشيله لانه هسه عندهم بيض راح يقعدوا على البيض. ان شاء الله يكون البيض عبيان فالعبدة هاي راح اخرها شوي بس يفقسوا برجع بشتغل عليه برجع بشتغل عليهم ان شاء الله في موضوع العبدة السوداء هاي لانه انا صراحة تأخرت على الموضوع هذا وزائد انه ما كانش في عندي قن. هاي الطيرة بس راح اخليها في القن انه بس تبيض مش اكثر يعني بفوتها على الطيرة بفوت الفحل عليها بس يكبسها كبستين ثلاث اربعة ساعتين زمن بضلوا معها وبطلعها برجع عند طيرته هاي نفس الشيء راح نشتغل لحد ما تبيض هاي. هسه ناس راح يقولوا لي طب بيض هاي كيف بدها تقعد عليه لحالها؟ ما راح تقعد عليه هي يا اخوان. هاي راح ناخذ بيضها راح ناخذ بيضها تمام ونحضنه تحت جوز ثانيه ولكن انا حاليا ما عندي شيء احضن تحته فالفكره انه هدول خلص لازم يضلهم قاعدات على بيضهم. على العموم خلصنا الفقره بنرجع لكم خليكم معنا. امبارح اخوان ام يوسف تارك الخزان بربش على السطح معبي السطح غرقان في بيض كان هان طايف في مي يعني. هسه البيض هذا اغلبيته كله يلي مبيوض على الاغلب انه خربان لانه وصله مي. طبعا راح نلم البيض كله كل البيض الموجود حاليا نشيله يلي واصل على الارض بس نشيله ونكبه عشان نرجع ننتج من الحمام شيء جديد زائد راح نجيب لهم قش ونحط لهم اياه تمام. بينما اليوم في جائزه لهاشم راح تشوفوها ان شاء الله جوز بواز عندنا جوز بواز مميزات حلوات جدا هذول لهاشم ان شاء الله خليكم معنا نرجع لكم. طبعا الفكره انه يا اخوان من الجوز هدول شخص اهداهم لهاشم قلنا لكم اول فيديو شخص اهداهم لهاشم يعني مش مني انا شخصيا هو اشتراهم مشترى من عندي واهداهم لهاشم تمام حبايبي. هاي هي الفكره. طبعا زي ما قلنا لكم في على 10000 في مسابقه وفي عندنا فراخ مفكسه على فكره. بس ما حدش يقول لي كيف عرفت ابو يوسف انا بقول لك شوف القشره هاي البواز هذول مفكسات فرخ يما ما شاء الله. هاي الفكره بتخليني ايش اعمل طيب شو بتخليني افكر اعمل هسه. هاي البيضه لسه مش مفكسه هذا هسه الفرخ طالع شوفوا هاي فرخ هسه طالع من البيضه مالوش كثير يعني شايف. هاي البيضه على ما يبدو انه الفرخ فيها مش كاسر ولا اي كسر فعلى الاغلب على الاغلب من هلا العصر اذا البيضه هاي ما كسرت
بنجيب الفرخ تبع الانحاسيات ونحطه هان بنحضنه تحت البواز هدول. ايش في عندنا هنا بيض؟ في عندنا بيض هنا، في شغلات بيض، في بيض كثير بس ان شاء الله راح نلمه. في حمام لام مقش، الباكستانيات لسه مش بيضات. على العموم احنا فقرة الحمام هاي كمان خلصناها، نرجع لكم فقرة الكش ان شاء الله. خليكم معنا. طبعا شباب هاي بجوز انتم مستغربين ليش حاطينها، بس هاي يا اخوان راح تكون بداية تأسيس العب. تمام، يعني احنا مش شغالين 100% ولكن ايش حبينا، بما انه لقيت مالك مشغل الصاروخ مشغل، قلت ايش بنقص هاي تأسيسا للعب. تمام، طبعا هاي تبع التخت، احنا راح نأسسها عب ان شاء الله. ما حدش يسأل كيف، بتشوفوها بالاخر. خليكم معنا، مش اليوم طبعا راح نشتغله، يعني لسه وضعنا مطول فيه، ولكن ايش زي ما قلنا لكم بداية تأسيسات للعب. اخوان وصلنا شوية حمام جديدة، يعني انتوا عارفين بس بدنا نفرجيكم اياهم. يعني اخوان هاي التبتونة فيها 6 حبات، في 4 حبات الي وحبتين لمعلمنا عادي ابو مهدي يمه يا اخوان. تمام، نفرجيهم اياهم ولا لا؟ عادي على حساب الشباب، على حسابك. نفرجيهم فراخك؟ عادي صفير على حسابك. طيب اخوان، اول شيء بدنا نفرجيكم اللي اجونا امبارح هدية. تمام، هذا وين ما تسكر الشبك، ما هو اصلا هذا اول واحد يا اخوان، طبعا مش محجل، حجلناه من عندنا. وهذا الثاني يا اخوان طبعا كمان، هذا على ما يبدو انه يعني راح يجنننا هو واخوه، لانهم كبار شوي بالعمر راح يغلبونا، يمكن يشردوا الله اعلم. طيب هسه بدنا نخش على اللي اجانا جديد. طبعا انتم هذول امبارح شفتوهم على اللايف، بدنا نفرجيكم الشغلات اللي انتم ما شفتوها على اللايف. تمام، خلينا نخش فيهم وهم ايش. اول جوز نفرجيكم جوز ابو مهدي اول شيء. تمام، فرخ يا اخوان زاجل ما شاء الله عليه، جميل جدا، النوعية قوية، سلالة قوية. طبعا يا اخوان هدول اهاليهم مش هم، اهاليهم مشاركات في سباقات، يعني شغلات جميلة ومغدات يعني جوائز اهاليهم، زائد انه صاحبهم يا اخوان شاريهم كويتيات، يعني اهل هدول الفراخ من الكويت، اهل الفراخ من الكويت، زواجر كويتية. تمام، يعني مش زواج البلد. تمام، طبعا اهاليهم معهم شهاداتهم، الزلمه اشتراهم مع شهاداتهم وفراخهم، يعني الفراخ والبيض. تمام، فهي الفرخ الثاني كمان، شوفوا ما شاء الله صحته جميله جدا، الفرخ صلاه النبي عليه، ابيض محبك بجنن، يعني دقه على الرقبه جميل. هذول فرخين. تمام، طيب فراخي انا يا اخوان اللهم صل على النبي، زاجل ازرق حبكين زي ما قلنا لكم، شوفوا ما شاء الله. انا بدور على بذره معينه، بس ما بدور على اي زاجل يا اخوان، بدور على بذره معينه. كمان محجل باسم النادي الاردني يا اخوان، مش الفرخ اللي مشارك بالسباقات، اهاليهم مشاركات بسباقات، في فرق بين الاهل وبين الفرخ، اهل الفرخ مشارك بسباقات، فهذا لا يدل على انه الفرخ شارك، فرخ لسه صغير، ما طلع، ما طار، ما انكمش. هاي اول فرخ حبكين، وهاي ثاني فرخ احلس يا اخوان، هذا الفرخ احلس، شوفوا ما شاء الله عليه، فرخ جميل صحته منيحه صلاه النبي، فيش شيء فيه ما شاء الله، بس انا منظف من خاره انفه. فزي ما انتم شايفين يا اخوان ما شاء الله، فرخ ثاني احلس صحه ونظافه وجمال. طيب هذول اللي جاب الاجوبه، راح يجينا شيء كمان ان شاء الله، راح يجينا لانه احنا قلنا لكم بدنا نعمل خشه للزاجل، لانه خلاص بدنا نكش زواجل زائد حمالنا العاديه، لكن شوي شوي. طبعا هذول الاربع عجونه حاليا، امبارح عجونه هديه 2 و2، يعني اجلنا دافعين حقهم. تمام، لسه في عندنا 4 فراخ لسه ما طلعوا عند اهاليهم، زي ما قلت لكم انا بنقي شغلات معينه، ما بنقي اي كلام، لو بدي اجيب الوان اي كلام او شغلات اي كلام كان جبت من زمان، بس انا فكرتي بالموضوع بدي لون معين، بدي سلاله معينه، بدي تفصيله معينه في الحمام، ما بدي اي شيء
ما بدي اي زاجل، بمعنى كان بامكاني اخذ بيض باخذ، كان بامكاني اخذ مرقعات باخذ، لكن انا بدي شكفه واحده. هذول اجني لما اخذته هذا الرطش اجاني لانه هديه. هذا الزاجل لما اجاني هيك واخذته لانه هديه يا اخوان، تمام؟ هان الفكره. فانا بدور على نوعيه معينه، هان الفكره بس. طيب يا اخوان، هاشم عندي بدنا نعطيه الجائزه او الهديه اللي اهداه اياها اخونا امجد، بس عشان نخلص اللي عندنا ونرجع لكم. خليكم معنا كمان شوي. ايش تحكينا؟ نرجع لكم نفرجيكم الجوز اللي اخذهم هاشم. خليكم معنا شباب. وصلنا لكم عند فتره الكش، طلعنا 13 حبه، ان شاء الله راح نزودهم شوي شوي، بس طلعنا 13 حبه عشان نبلش نشتغل معاهم موضوع الجرد من اول وجديد. طبعا انتم عارفين الحمام شدت حيلها، قعدت فتره منيحه، ولما عملنا الرفصة الحمام ارتخت لانه انا ما طيرتها، فمجبور الحمام تريح. فهسه بدنا نرجع نشتغل معها تليين ومغارب وليل لحد ما ترجع تتلين. هذا اول شيء. هاي 13 حبة، في اكم من حبات جوا راح نطلعهم، بس شوي شوي، مش هسه، شوي شوي راح نبلش نكسر حبة بحبتين حبة بحبتين لحد ما نوصل لعند الشامية نطلعها كاملة، تمام؟ هذا يا اخوان هيك ندرب فيها تدريب. طبعا ما راح اطيرها زي ما قلت لكم، ما راح اطيرها هسه، راح اسيبها براحتها. طبعا شوفوا الحمام كيف بترادح، شو هذا مكاوي ولا ايش؟ تعي 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 تعي. هذا الهندي تبعك يا محمود كانه. شوف يا اخوان طير. ممكن. تعي 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 تعي. شوف يا اخوان، طبعا راح اخليها براحتها الحمام تنشر اقل من ماهلها عادي طبيعي، تاكل تشرب طبيعي جدا. طبعا فراخ الزواجل عملنا لهم نفس ما عملنا في الحمر زي ما انتم شايفين هيك، هيما الفرخين فرخين زي ما انتم شايفين. طبعا زي ما قلنا لكم شباب، طلعنا الفرخين الزواجل اللي كنا حاطينهم هان، طلعناهم تركناهم مع الحمام دشر المقصيص يتنشروا، لانه هدلاك كبار اصلا ولازم ياخذوا راحتهم بالنشر على السطح ولزقتهم، بينما هدول مش ملزقات فبدي انشرهم على السطح منيح. هاي زتناهم فوق هنا يومين وهنا يومين او يوم، بعدين بنطلعهم مع الزواجل الحمر. طبعا الزواجل الحمر هدول الاخوان هيما، شوفوا شو عملت في الخمر امبارح، عقمته ونظفته هيما هان، وعلفهم موجود باستمرار، تمام؟ راح نخليهن ان شاء الله بكره بنطلعهن الصبح نشوف شو راح يعملوا ان شاء الله على خير. طيب بالنسبه لهاشم، هاشم لحد الان بتعزز علينا، ما جاش ياخذ الجوز تبعونه، تمام؟ لحد الان المصري احمر، شو ها قطع من هون ولا قطع نفسه يلف، في حمام اصلا مش طير، بس هي في كشه هان، بس هاي المصري هذا قطع هي. في حمام هي ماشيه هنا خاشه جوا، فيها حمام، في ناس بتكش قاعده حمامه بلشت تحمى يعني الحمام، عرفتوا كيف؟ لا فراخ، لا مش فراخ، هاي حمام كبيره مبينه من مطارها. فيا اخوان زي ما قلنا لكم، هاشم بتدلل علينا. الحق على امجد، الحق عليك. الحق على امجد مش على هاشم. هاشم صار تدلل علينا. صاير رنينا عليه مرتين ثلاث بقول لي هي جاي هي جاي وهو مش جاي. خايف اخلص الفيديو وهاشم لسه اصلا مش جاي. على العموم راح نريح الحمام شوي ونرجع لكم، بس نيجي نطيرها، خليكم معنا. طيرنا الحمام، شوفوا شو بتعمل الحمام. طبعا في اثنين بردوحوا قاعدين، بس هدول اللي بردوحوا لهم كتله بس ينزلوا محترمه. طبعا هذا شيء طبيعي يعني انك تأدب حمامك. طبعا المرادحه هاي غلط، بس لسه الحمام قاعده بتاخذ حيلها، بتشد حيلها، شايفين؟ طبعا من كثر ما هو يرادح زي ما بده، عادي يرادح زي ما بده. بكره انسى المرادحه. شوف شو بيعمل، شوف المزهور. فكرني راح احططه هو، عشان هيك برودح بده يوطي الحمام. ايش في مالك معلم؟ مزهور فيه اشي يا اخوان، بس مش مشكله. شوف الحمام شاده حيلها صح؟ لا حتى لو حامي ما بصير يعمل هيك، ما بصير يعمل هيك، انا مش معوده على هذا الحكي. يعمل هيك ما في اشي، بس خلينا نشوف شو قصته، خليه يحط. شو قصتك ولا ماكل؟ شوف يا اخوان، لولا المزهور الحمام ماشيه. شوف الحمام شاده حيلها صح لسه،
هاي المزهور حطتناه، نرجع نضغط على الحمام عادي. طبعا هو اصلا مش كاشف طيره ولا فحل، انا بقول مزهور ومش عارف اذا طيره ولا فحل والله يا اخوان. هاي طبعا يا اخوان هذول كمان يومين، كمان يومين انتم شايفينهم هيك مرتخيات، كمان يومين تعالوا شوفوهم واحكوا لي واحكموا. طبعا يا اخوان فيش فيه حيل اصفر تعبان. طبعا لو في لوحات او في صفيحات جبت معك كاني خشبه صفيحه او شيء. طبعا عندنا الحج ابو مهدي صرف شاي قاعد، صحتين وعافيه يا معلم، سلم على الشباب. شو بنسوي شو بنستنى احنا، مين نستنى معلم؟ نوقع انه استلم الهديه عشان الامانه بس يعني. والله ودلع علينا قاعد، بنفكر اليوم نعمل لايف ونسلمه اياها على اللايف، مش عارف شو رايكم. تأخر يعني ما ضلش معي اصلا، ضايل معي 7 دقائق على الفيديو يعني، وانا معي 7 دقائق اكش فيهم الحمام. شوف الحمام بلشت تتقالب هيها، بس المزهور لازم ينمسك. طبعا زي ما فرجناه كل عب يا اخوان، هاي حطيناه هان، راح نبلش ناسس فيه شوي شوي ان شاء الله، عملنا يعني بدناش نستعجل، نبلش ناسس فيه شوي شوي. شوف الحمام 2 4 6 8 10 12 حبه، شوفوا كيف راحن، لسه بحمن يا اخوان، هاي اول يوم من اسبوعين بطلعهن موعد، شوفوا شو بتعمل الحمام. طبعا راح اسس هنا خشبه او علبه احط فيها الطاره او اللويحه ان شاء الله لقدام، بس المزهور هذا مأثر علي شوي، ولا كان هسه حطيتها. الحمام راحت منها المرادحه يعني، هذا اللي كان مخربها لك كتله بس ننزل. ابشر ابشر اصبر علي بس. هاي الحمام ما شاء الله عليها يا اخوان، الوضع تمام. طبعا احنا بدناش نكتر اكثر من نص ساعه، وعلى ما يبدو انه هاشم مش راح يجي حاليا، فعلى الاغلب على الاغلب الجائزه راح تكون يا اخوان تسليمها على اللايف اليوم. اليوم الكل استنانا على اللايف يا اخوان بين الساعه 9 و10، يعني بين 9 و10 و11، يعني من 10 ل 11 استنونا في اي وقت من هذا القبيل يا اخوان، يعني ممكن يكون 9 ممكن يكون 10 ممكن يكون 11. زهور طار بس غلط طيران وخرب على الدنيا يعني. شو مفكر انت، مفكر انه هيك طار منيح خرب الحمام في طيران؟ على العموم حبايبي احنا هيك وصلنا لنهاية الفيديو، بتمنى اذا وصلت للاخر تقول لي شو رايك بالحركة اللي عملها هاشم، وتقولنا يعني كلمة معينة معودينكم عليها. اللي شاهد الفيديو للاخر يقول انا بطل، عشان نعرف مين اللي وصل للاخر. ابنك طول هاشم كمان شوي او ما جاش اليوم السلمه، شوف لك جواز بلديات واعطيه اياه. نعتذر من امجد يعني عن الموضوع. طيب انهي الحلقه انت؟ كيف دنيا خلص. مش انت بتتابعني دائما للاخر؟ بتابع اخر للاخر صح؟ ايوه. شو انا بحكي باخر الفيديو؟ ولا شيء. وحل الله. ما انت مش متابعني. لا هو بس بستحي شوي. طبعا على العموم حبايبي بتمنى لو شاهدتنا للاخر تقول انا بطل، وتحط لنا لايك واشتراك وشير، واذا اول مره بتشاهدنا ما تنساش تعمل اشتراك في القناه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، استناكم اليوم على البث.